من افضل ضرباته الضربه الاماميه فور هاند كروس كول، لكن لسه عنده بريك بوينت، عنده فرصه لكسر ارسال. كريم حسام يتألق أمام ريتشارد جاسكيه وينهي النقطة بشكل رائع وينجح في كسر إرسال ريتشارد جاسكيه ليتقدم 2-1. شفنا إن هو قدر إزاي يتحرر ويتخلص من التوتر. طبعا هو لاعب كريم حسام، لاعب يعلم جيدا قيمة وقوة اللاعب ريتشارد جاسكيه، فبالتالي ليس لديه ما يخشاه وعليه أن يلعب أفضل ما لديه، وفي الحقيقة هو بيلعب بأفضل ما لديه في هذه المباراة حتى الآن. لاعب كريم حسام بدأ ترتيبه في موسم 2010 في دخول تصنيف العالمي للرجال، كان ترتيبه 1500 ووصل إلى الترتيب في هذا الموسم ل 338 عالميا. هنا في الإعادة بنتابع آخر نقطة، أداء جيد للاعب كريم حسام، هو بيضغط على اللاعب ريتشارد جاسكيه بتحريكه، هو حس إن اللاعب ريتشارد جاسكيه ما بيتحركش بشكل جيد وبالتالي استغل هذه الفرصة، لكن بيأدي جيد في استمرارية في الأداء، بيلعب هنا وبيستغل ذكائه التنسي من كرة قصيرة.